بكم أحبتي المشاهدين بحلقة جديدة من برنامج المدينة القديمة. نحن بكل حلقة نأخذ منطقة قديمة من مناطقنا القديمة. على سبيل المثال هاي المنطقة هي منطقة باب البيض، وأيضا يسموها خزرج. هاي منطقة باب البيض بيها بيوت أو بيوتات عريقة جدا وقديمة جدا، مثل بيت زيادة. بيت زيادة هذا البيت القديم التراثي، أيضا بيت النجار عندنا، وعوائل أصيلي سكنت هاي المنطقة، مثل بيت البقوع، مثل بيت الرومي، وكثير عوائل مثل ما ذكرتوا أصيلي. هذه نحن حاليا داخل أسوار الموصل. على يساري كان هو باب البيض، مدخل إلى مدينة الموصل القديمة، إحدى أبواب مدينة الموصل. من المعالم الموجودة هنا بهاي المنطقة هو جامع الزيواني. هذا الجامع التراثي والقديم اللي ظل تقريبا محافظ على تاريخه، مثل هاي القنطرة اللي عملوها حتى تدعم هاي المئذنة. هاي المئذنة حقيقة تعرضت إلى بعض الأضرار من جراء العمليات العسكرية، لكن بداخل الجامع عن تاريخ هذا الجامع، عن قيمته المعمارية والتاريخية، أكيد رح نستضيف الدكتور أحمد قاسم الجمعة اللي هو رح يتحدث لنا بالتفصيل بهذا الموضوع وعن هذا الجامع. بعد ما حكينا عن هاي المنطقة، منطقة باب البيض، وتحدثنا عن عوائلها العريقة بهاي المنطقة، دخلنا إلى جامع الزيواني. هذا الجامع من الجوامع التراثية في العالم الإسلامي، تاريخية في العالم الإسلامي، لها تاريخ طويل. وشهد هذا الجامع حقيقة عدة مراحل بالإعمار، وتغيرت ايضا بعض معالمه، مع الاسف نخشى انه حتى بعض المعالم الموجوده مثل الاعمده، مثل الاروقه، مستحدثه سمنت، ما ظلت على التصميم القديم، بقت بس المئذنه اللي هي ظلت محافظه على هذا التاريخ. وخير ما يتحدث لنا عن هذا التاريخ هو ضيفنا بهذا رمضان، بهذا الشهر المبارك، هو الدكتور أحمد قاسم الجمعة. مرحبا دكتور. مرحبا بك، أهلا وسهلا يا هلا دكتور. نحن قبل ما نأخذ الجامع ومعالمه وأهميته وكثير أمور، بس تحدثنا عن منطقة باب البيض. ليه سموها باب البيض؟ يعني هي مدينة الموصل معروفة بعدة أبواب، حتى مسمياتها تختلف. أخي تحكي لنا. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا يدخل سؤالك بجواب أنه تخطيط مدينة الموصل خلال العصور العربية الإسلامية وتوسعها إلى جهات متعددة،
لكن بعدين استقرت في العهد الأتابكي، يعني بالقرنين السادس والسابع الهجريين، الثاني عشر والثالث عشر الميلاديين. ضمن هذا التخطيط نسميه تقريبا نصف دائري أو نصف بيضوي، الذي حد من شر نهر دجلة. والمدن القديمة من أحدها أنه الوسائل الدفاعية عنها هي الأسوار. نعم. ولو في الوقت الحاضر انتفت هذه الناحية نتيجة الأسلحة المتطورة. هذه الأسوار فيها مداخل متعددة. من جملة هذه المداخل المتعددة ولها مسميات متعددة. نعم. يعني ساعة الباب البيض بالأصل هذا، الآن نحن هذا الجامع الجالسين في مصلى يقع في الجهة الغربية بمحاذاة السور الموصل للمصر القديمة. نعم. يسمى أنه عند أحد بواباتها في العهد العثماني وباب البيض بالأصل، وما كان اسمه باب البيض، كان إيش كان اسمه؟ باب كندة، نسبة إلى قبيل كندة الذي كان في هذه المنطقة، وقبل أيضا قبيل خزرج الذي نسميه المنطقة محل خزرج. بعدئذ أصبحت بعض أسواق خارج البوابة لبيع مواد غذائية وما ذلك، فالأعراب كانوا يأتون من الخارج من البادية يبيعون البيض في هذه المنطقة فسمي بباب البيض. عندنا بوابات أخرى نسبة إلى باني مثلا، يعني مثلا الباب العمادي نسبة إلى عماد الدين زنقي مؤسس الدولة الأتابكية. قسم من البوابات نسبة إلى وظيفتها، مثلا باب السر الذي يؤدي بين مزار يحيى بن القاسم وقلعة الموصل باشطابية. قسم منها نسبة إلى وظيفته الأخرى، مثلا باب المشرعة على دجلة. قسم منها نسبة إلى الجهاد، مثلا باب العراق عندنا. باب العراق. نعم. باب الذي يؤدي إلى وسط وجنوب العراق. نعم. فإذا هذه المسميات باب جديد، باب ليقش، باب جديد هو باب العراق. نعم. بعد أن جدد شارع الفاروق سمي بباب الجديد. نعم. فإذا المسميات نتيجة القبائل أو الوظائف أو الباني أو ما شابه ذلك. لكن هذا الجامع، جامع الزيواني، يقع عند باب كندة سابقا يعني، والآن باب البيض. هذا الجامع تحكي لنا هو منو اللي بنانه وليش بنانه بهاي المنطقة، يعني أسباب. حقيقة المؤرخين قبل ولا سيما المرحوم الشيخ محمد أمين من خير الله العمري الخطيب تحدث عنه وقال هذا الجامع ربما هو جامع قديم لكن لا نعرف من الذي بناه، هذا قوله، لكن كآثار ما موجودة. وبعدئذ كان موجودة تكية لشيخ فاضل وهو الشيخ محمد الزيواني. نعم. وهذه التكية بني بجانبها جامع صغير سمي بجامع الزيواني. نعم. بمسجد الزيواني وليس جامع الزيواني. نعم. بسنة 1193 طبعاً سليمان باشا بن محمد باشا الجليلي أراد أن يوسعه نتيجة اتساع المنطقة وزيادة المصلين، فاشترى كثير من الأملاك البيوت حوله. نعم. والأملاك لتوسيعه، وشارك بالبناء معه أخوه محمد الجليلي وزوجته حمراء خاتون ووالدته حليمة خاتون، كلهم اشتركوا ببناء هذا الجامع، وأصبح جامعاً كبيراً يجمع فيه التخطيط مميز، وله يتبع التخطيط العثماني مثل تخطيط الجوامع الذي سبق أن تكلمنا عليه في حلقات. نعم. سابقة. هذه الميزة لتخطيط الجوامع بدأت في الجامع النوري الكبير في العهد الأتابكي، ثم امتدت إلى العصر العثماني وما بعده. هذا بالنسبة لبناء. كما تحدث
عنه طبعا صاحب منية الأدباء سعيد الديوتشي الله يرحمه، المرحوم سعيد الديوتشي العمري، ونقل عنه سعيد الديوتشي. نعم هذا طبعا. وطبعا العمري هو أول كان ألحقت به مدرسة وأول من درس بها، لاحظ محمد أمين أنه العمري الخطيب العمري أيضا أول من درس بها ونظم أشعارا، وهو أيضا ثبت ببعض هذه الأشعار تاريخ البناء سنة بواسطة الشعر، لأن في ذلك الوقت لم تثبت التواريخ بالأرقام فقط وإنما بالأشعار. هذه الأشعار أنه الحروف كل حرف له رقم، مجموع هذه الأرقام للشطر الثاني من آخر بيت من الشعر يمثل التاريخ. إذا فعلا هذه نشوف عمر الخطيب عنده أشعار، يعني من ضمن الأشعار اللي أنا قريتها بالسابق. نعم. عنده أيضا يعني كلمات حلوة بحق آل البيت، يقول قد كر مني صبر بل كر البلاء على البذر الشهيد في كربلاء، لولا النحيب لقضيت نحبي أولا. هذه بعض الأبيات البسيطة عن عمر الخطيب اللي حدثت عنه. بس أنت يعني قلت أنه أكو مدرسي، لاحظنا بكل جامع ندخل بينه أكو ملحق أكو مدرسي. نعم. أسبابه يعني إيش؟ في ذلك الوقت حقيقة ليس اهتمام الدين الإسلامي الشمولي للحياة الأولى، يعني الدنيا والحياة الآخرة. فإذا الإنسان ينظم حياته في الحياة الدنيا ثم يتمون للحياة الآخرة بالأعمال الصالحة وغيرها. فإذا نحن ما بس الدين الإسلامي هو بس طقوس صوم وصلاة بس، وإنما حياة. فهذه الحياة إيش تحتاج؟ تحتاج إلى التعليم، هذا التعليم يحتاج إلى تدريس. فإذا في كل مدرسة، وبدت من أحد الأتابكي بكل جامعة نشوف أنه مدرسة ملحقة به، كان مدرسة ما مختصة فقط بالدين، لا بعلوم الدين، ما بس بعلوم، طبعا أكثرها العلوم الدينية ونسميها النقلية. نعم. لكن بعضها حتى إلى العلوم العقلية، مثل ما رأينا في أحد الحلقات المدرسة الكمالية. نعم. الذي كان فيها أنه كمال الدين بن يوسف، بن يونس، يونس موسوعة عصره. نعم. بالكيمياء والفلك والرياضيات والهندسة واللغة. نعم. والهندسة والطب لا سيما الكحالة. فإذا يعني جميع هذه الأمور تدرس. فإذا كيف نحن بالقرن الثالث الهجري التاسع الميلادي ملك أرمينيا يقال أنه بعث طفلين ملصوقين إلى بيمارستان موصل، بيمارستان يعني مستشفى الموصل، لفصلهما. طبعا ما لا نعلم هل نجحت العملية أم لا، لكن يدل على مدى تقدم الطب نسبة إلى المناطق الأخرى والبلاد الأخرى في ذلك الوقت. فإذا هذا كيف يعلمون إذا ما كانت أنه اهتمام بالعلوم العقلية والعلوم الصرفة والطبية فضلا عن العلوم الدينية والعقلية والنقلية. نعم دكتور، يعني نحن بكل جامع ندخله أو مسجد نخشى، يعني رغم الدمار اللي حصل وتنظيم داعش والتخريب ماله، بس تبقى المعالم موجودة، مثل جامع الأغوات، جامع الباشا، يعني بعد المعالم بيها وعيصينوها بعض منها. بس هوني نخشى أنه صراحة بعض البناء مستحدث. حقيقة نحن قلنا أنه البناء كان 1193. نعم. سليمان باشا الذي قام، لكن بعد مر بأدوار معمارية متعددة غيرت من تخطيطها وعناصرها المعمارية والفنية، ولا سيما التعمير 1210 هجرية. نعم. حقيقة هذا دعنا أحدث بعض التغييرات، وأكثر الآن الذي نشوفه في الوقت الحاضر يعود إلى ذلك الزمن. بعد أيضا حدثت بعض الترميمات والتغييرات، لكن مع الأسف يعني أثرت على بعض النصوص القرآنية التي كانت فيه. نعم. بعض الزخارف نشوف أنه كلها
البعض يتصور أنه هذه أصبحت قديمة فإذن يجب أن نزيلها وتصبح بمستوى واحد، وهذا يعتبر خطأ. يعني من ناحية الحضارية والأثرية خطأ كبير جدا، بالإضافة إلى الأصباغ الذي كان تصبغ بها العناصر المعمارية. يعني كثير يعني عدنا من المحاريب والمنابر وحتى المداخل تصبغ بهذا اللون الأزرق الدهني والأخضر، فتغير من معالمها تغيير وتأثر كبير عليها؟ يعني أتأثر عليه. فهذا يعني المفروض الجهات الوقفية والجهات المسؤولة عن ذلك يجب أن تمنع ذلك. حقيقة فقط أريد أن أعطي معلومة، يعني دكتور يجوز حتى جنابك اللي أنت أستاذ الكل ما تعرفه، أنه أثناء احتلال تنظيم داعش الإرهابي للمدينة أمر بإزالة المنبر، كان بينه منبر جنابك ما تعرفه وكون وثقته، هذا تنظيم داعش الإرهابي أمر أنه ينزل. أحد الخيرين والشرفاء من أبناء هاي المنطقة قال لهم إيه ما يخالف أشيله، فشالوا بطريقة حقيقة هندسية، طريقة فنية، فككوا واحتفظ بينه بقن الجيج وموجود، وإن شاء الله راح نوثق أن هذا الشخص حافظ على هذا. وهاي طبعا ما حد يعرف، هاي أول مرة نحن نقولها من خلال قناة الموصلية الفضائية. فحقيقة هذا المنبر التاريخي هذا الرجل فككه، مثل ما قلت قبل شوية خبانه بقن الجيج، وكان خيف أيضا لا يعتقلونه لا يكتشفوها ولا كذا، هو الرجل موجود عنده من خلال قناة الموصلية الفضائية برنامج المدينة القديمة. نذكر أنه المنبر العائد إلى جامع الزيواني هو موجود، بس نحن نقول موجود، أشنو سبب إزالة بعض المنابر من قبل تنظيم داعش الإرهابي؟ حقيقة هي حسب اعتقادهم أن هذه المنابر الضخمة التي تمتد تقطع بعض صفوف الصلاة، خاصة الصف الأول لما أنتم راح تقطع إلى قسمين، فيعتقدون أن هذا القطع هو غير جائز فقاموا بذلك، لأن المنابر في عهد الرسول كما ذكرنا هو كان من ثلاثة درجات. نعم. نحن تكلمنا بوقتها، وبعضها كانت متحركة، يعني بعض المساجد في عهد الصحابة والخلفاء الراشدين وغيرها صلوات الله عليهم خشب يعني؟ كانت أنه خشبية أنه تحمل يعني لكي لا تقطع صفوف الصلاة، فأعتقد هذا السبب الذي جعلهم يميلون إلى ما بس كثير. جميع المنابر في الجوامع في العهد العثماني في الموصل وزيلت، ومنها مثلا حتى الحديثة عند جمع رشان أيضا شالوا غيره. فهذا السبب على أساس يعتقدون أنه هذا يقطع الصفوف. وطبعا لهذه للعلم المنابر الضخمة بدأت في العهد المملوكي بمصر وامتدت إلى العهد العثماني، فأصبحت سمة من سمات الجوامع العثمانية. هذا السبب. بس المنابر يعني حسب اعتقادي أنا أنه موجود، يعني حتى في المدينة المنورة موجود المنبر، منبر الرسول الرسول عليه الصلاة والسلام محمد، حتى يقول الرسول الكريم أنه ما بين منبري وقبري روضة من رياض الجنة. أستاذنا العزيز، ما معنى نحن ننفي وجود المنبر؟ يعني تكلمنا قبل أن كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتكي على العزى ويخطب، فلما بدنا يعني أصبح عنده شوية جسم ثقيل أو كبر بالسن، تميم الصحابي تميم الداري. نعم. رضي الله عنه قالوا يا رسول الله، يعني ما أنا ما حافظ نصا بالضبط لكن تقريبا، يا رسول الله أصنع لك منبرا يجمع عظامك؟ قالوا نعم، يعني أنه هذا، فجعل له حتى يساعد شوية منبرا من ثلاث درجات. فإذا المنبر موجود خطوة ملعن، ما عنهم في وجود بس ما بهاي الضخامة، عنهم في أنه ما بها الضخامة. هذا نعم. قصدنا تحدثت عن المنبر وعن بعض المعالم قلنا هي مستحدثة، أيضا نشأ هوني عندنا المحراب هذا. نعم، هذا محراب مجوف. ونحن عادة الجوامع كلها فيها محراب مجوف. نعم. لسببين، السبب الأول
لكي يدخل فيه الإمام فيوفر ساف إضافي للمصلين. هذا السبب الأول. السبب الثاني طبعاً لترديد الصوت في وقت لم تكن وسائل سمعية وبصرية مثل ما هي موجودة عليه في الوقت الحاضر، بالإضافة إلى تحديد اتجاهات القبلة. هذا كل المنابر المحاريب لهذه الوظيفة. ثم هاي عادة إما تكون أنه التجويف، إما يكون نصف دائري، وإما يكون مضلع. أنا عدنا أنه مضلع تجويف، يعني هذه طبعا ناحية فنية غيرها. بالإضافة إلى هذا تكون به بعض المعالم الزخرفية وكذلك الآيات القرآنية. دكتور، نخشع من المعالم الموجودة اللي ظلت هي المنارة. نعم، المنارة يعني حقيقة تختلف عن باقي المنارات، تقريبا مشابهة إلى منارة الجامع الأموي. المئذنة، المئذنة ما الجامع الأموي المئذنة من عهد الأتابكي. نعم، من سنة 543 هجرية. نعم، لكن مشابهة لبقية المنابر المآذنة التي وصلتها من عهد العثماني. أول مئذنة كانت سنة 1114 جامع الأغوات. نعم، وبعدين عندنا جامع العمر الأسود. نعم، وحتى جامع العمرية في عهد متأخر. وهذه فإذا كلها هاي المآذن الأجرية الذي من عهد العثماني لها نفس السماء. طبعا بدأ الأسطواني أنه في أنطقة متعددة زخرفية من الأجر وما شابه ذلك، وأيضا بها درج يمكن إلى الصعود إلى الأعلى. طبعا هاي له، يعني كل المآذن فيها سلم ما عدا مئذنة الجامع النوري. نعم، الذي كان بها سلمين لناحية إنشائية كما هذا، وتأثر بها وتأثرت بها المئذنة المظفرية في أربيل. نعم، شوف أيضا بها سلمين، وكذلك امتد هذا التأثير إلى مصر في مسجد سيدة عائشة في القلعة. نعم، هذا أنه فإذا تأثير مثل ما يقول ابتكار وجد في الموصل من القرن السادس الهجري، ثم امتد إلى أربيل، وبعدين امتد إلى مصر. بناء القنطرة هل تدعيم إلى المنارة دكتور؟ طبعا كل هذا يعني هو ما بستدعيم القنطرة، أول شيء للمرور. نعم، ولنواحي بيئية ونواحي مناخية وحتى نواحي إنشائية لربط بعض البيوت وبعدين الجدران مع بعضها لخطر لا يصير مثل ما يقول تصدع فيها أو اختلال في توازنها. نعم، هذا القناطر هاي كان حتى إحدى الطالبات يعطينا القناطر الموصل، رسالة ماجستير أشرفت عليها اسم قناطر الموصل. نعم، هي مدينتنا تشتهر بقناطر الموصل، وقناطرنا كثيرة بمدينة الموصل. هي مثل ما تفضلت أنه عملية تواصل ما بين هذا الدار وهذا الدار ما تمام طبعا. حتى لا يطلع بغى، يعني شأنه بيت قنطرة بيت الكشاملة وقنطرة بيت التتنشي إلى آخره من بعض القناطر. نعم، حقيقة إن شاء الله راح نأخذ فوق يوم أيضا هذا القناطر من مدينة الموصل من ضمن المعالم. دكتور، يعني هل إعادة صيانته ممكن يعني بما يتلائم مع تاريخه هذا؟ نعم، صيانة من ضمن المنارة. نعم، أو المئذنة. المئذنة حقيقة يعني ممكن صيانتها بما يتلائم مع تاريخ العريق. طبعا، بس عندنا كان القسم الأعلى كان أنه، وبعدين يعني تصدع البقية نتيجة العملية بعد 2014 التي مرت على الموصل، الطمة التي مرت على الموصل، بإمكانها عادة خاصة القسم الأعلى فقط. وجميع المآذن ما بس بالموصل، يعني حتى الميدنة الحدباء القسم الأعلى يعني الحوض وما علاه. نعم، العنق نسميه ولا هاي كان قد مستعدد، كان قد سقط وأعيد بنائه في سنة 1925. وجميع ليش عادة ضرب الرياح الشمالية الغربية في منطقة الموصل ناحية بيئية هاي لها قوة على
المنطقة العليا حال لأن يكون إسناد منطقة إسناد إنشائي ضعيف فتأثر تعمل على هدم أو سقوط الأجزاء العليا من المآذن. المياه الجوفية تأثر على معالم مدينة الموصل؟ طبعاً شو ما تأثر تأثير كبير، يعني عدنا أنه الميدنة حدباء ميدنة الجامع النوري أحد أسباب ما يلانا، وفي بداية الأمر ما كانت مائلة مستقيمة. لما قيس أول ما يلان لها سنة 1964 كان متر بوينت أربعة، يعني متر وأربعين سنتيمتر، أقل من متر ونص. بسنة 2007 صار مترين وثلاثة وخمسين، يعني أكثر من مترين ونصف. وأسباب كثيرة طبعاً، اختلاف مدايات الحرارة ما بين الشرق والغرب، المياه المواد الرابطة الإنشائية والرطوبة والرياح الشمالية الغربية، لكن بالإضافة إلى هذا المياه الجوفية الثقيلة، هذه طبعاً تأثيرات. نشكرك دكتور على هذه الإيضاحات، طبعاً إحنا نعذبك بهذا الشغل الكريم، نحن نشكرك كثير. يا أهلا وسهلا، بارك الله بكم اللي نورتنا بها. إذن أحبتي المشاهدين، بعد أن سمعنا هذا الكلام من الدكتور أحمد قاسم الجمعة، هو الخبير الآثاري المعروف في مدينة الموصل وعلى مستوى العراق والعالم الإسلامي بصورة عامة العربي، ننتقل إلى أحد العوائل الموجودة بمنطقة خزرج، أو مثل ما سماها الدكتور منطقة باب البيض. أم يحيى إحدى العوائل اللي تسكن منطقة باب البيض. وضعيته حيل 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 تعباني، يعني حتى ما تنوصف بالكلام. قاعدي بخربة، هاي الخربة كن أجرتها يمكن باش قدم أجرتها؟ 50 ألف. زوجه يعني معوق وعنده صرع أيضا، يطلع يلم سكراب يلم شغلات ويبيع فافون بالنجارة، نوبات شنو بالنجارة، شغلات مكسرة متلادي، ايه يعني يعمل بيتهم تعبان. طبعا احدى المنظمات المحسوبي على محافظة نينوى وعنده عنوان طويل عريض، قالت راح نعمر بيتكم. هي مسكينة فرحت كيفت راح يعمرون بيتها، شالوا ايدهم حطوا ايدهم، شالوا رجل حطوا رجل، لبخوا له مرافق يمكن او بنوا له مرافق وترميمات بسيطه يعني ما تتناسب، واسم منظمه يعني لو واحد من الخيرين والله متبرع بكم فلس كان احسن من هذا. ومقلوب البيت قلب بالله، طلع ايديك يهم ترقع عاد تشتغل بيده ترقعهم والله شعمل البعض خاف لا يطلع لنا شيء من هناك وجيراننا عندهم بس انطيني مجال تفضل ابوي عاد تشتغل مسكيني بيد المنظمه. جيت لطشت له شوية، قالت له هذا اللي نطيق عليه وبعد ما نطيق أكثر، يا باي معوديني بالأقل الأبد إنجازه. هي من مسكيني، هي أولاده الله يحفظهم عنده بنتين ولد، وتشعون إيده بالله طلع إيديك يا مرتخ للتوثيق للتاريخ، حتى إيدك إن اشتعلت من السمن قاعدة عتلطخ والأمر والمشتكى لله. ميحي بقيت تستحسر في لي زوجك إيش بينه أمي وجعان خطي والله، والله بالزول يقوم ويقعد بالزول يعمل شغل ودحق شغل البيت والهاي هاي اللي يقدر علينا يعني مقتدر. الباحة المنظمة خبرتني قال خلي زوجتك تيجي تشتغل، قال أنا مع وقش هندي تعوف فيني وبناتي شلين من دي تخليهم، قلت ما أقدر لا أعوف في البيت ولا أقدر أعوف بناتي. بناتك بالمدرسة؟ إيه نعم. وهذا هم بالمدرسة؟ هذا هم إيه. المعيشة شلون مدبرتها؟ والله القسم الله الحمد لله بنقضي والله. من كان كل عائلة ألتقيها تعباني وخلف الله على موعد ما هم قصة وبينا يجيبنا يعني هذا وعدها من الخيرين يحفظه. بالمنطقة رجل عنده سجل وأسماء ويركض، عندك عائلة يركض يمين يسار أيوة. معها الناس عايف دكان وعايف محله الحمد لله ويركض خطي. نحن عليهم هاي المسكينة والله وضعيتها تعباني، يعني نحن نلتمس من الخيرين بهذا الشغل المبارك
شهر الخير، شهر البركة، شهر الإيمان، إنه يلتفتون على العوائل. عندنا عوائل بالعوجات جوا، ما تقف السيارة مع المنظمة أو كذا على الشارع وقالت يا قدوس، فوتوا جوا، والله مصايب ذولي بالعوجات جوا، فتنة بالعوجات، 10 دقائق عن باب البيض جمع الزيوان، يلا يلا وصلناهم. أكو كثيرهم عوائل، ما بس هي، كثير عوائل بعد، بس نحن بكل حلقة نأخذ عائلة ونلتمس ونترجى من الخيرين اللي يطيق يساعده، بس كت يساعده بيته، والله بيته أسع نوثقه بدون جامات، البواب شبع صيغة مثل الموقل، البواب والله العظيم صيغة مثل الموقل، وبعض البواب هم ما موجودين، مزرفة كلتها وبيته كله مكركب. نحن حقيقة والله من خلال دعم الخيرين اللي يتواصلون معي طقنا نجيب الكي بهذا الشهر، طقنا نجيب الكي فغشية كلش بسيط، بس الله عليكم قبل ممنونين منكم، كبيرة علي والله، هاي كبيرة، الله يرضى عليكم، الله ينور دربكم، يكون مفتوح ابوكم، اللهم امين، ويحفظ الخيرين، هي منهم والله، ما الفقر، الله يرضى عليكم ويرضى عليهم ان شاء الله، ويحفظكم ان شاء الله ويعوضكم ان شاء الله، يرجع البيت احلى بوجودكم. آمين. بس قليلي نحن بهذا الشهر يعني ما ضل شيء، راح نفطر اتشون ايش راح تعملون فطور؟ هل الله قسمه يا معود اسمك قاعد ناكل ونسكت؟ الحمد لله الحمد لله. ام يحيى امي اختي اكو فقط شيء بسيط، هاي الخيرين يا ريت تنطوني هواي غسالي على الاقل هاي الملابس. الله يا والله والله نقعتهم الصبح زي طفى الكهرب، حتى الكهرب مالي ما هالقد اطيام المنظمه، خلف الله عليكم عم هم عملوا لي لحق شدولي ورا كان طرد مره الكهرب تعبان. العفو العفو العفو، شكرا شكرا والدي شكرا، ويا ريت تجيب لي هم المبرد هم لذول الاطفال. الله يعافيك يا صيفي شغلنا. لا لا خلي بطلة جيبي اسحبيها لهاي اللي جاني مالكي، يعني مسكيني والله ما عنده كان خلت لنجاني وبيهدون كنا قاعدة على متغسلة بعد شهر كريم. إن شاء الله يدعموكي ويدعمون هذول الأطفال ويدعمون بيت، لأن يعني بيت كلا جامات، أبواب سيأخذوا لي الشباب صيغ مثل المخل مزرف يعملوا المنظمة، والبنت يمكن عنده ما أعرف إيش نوع فحوصات عتأشر لي. أي مال أبوها، جيبيها بابا، جيبيها جيبيها. إيش اسمها البنت؟ سمر. إيه الله يحفظك، جيبيها بابا جيبيها، جيبي التقرير ماله بالشنطة. سمر الله يحفظها تأشر لي من فوق، تقول لي عمو اكو عندي مال بابا هذه الفحوصات، هاي مال صرع، ما كان راجع الدكتور صالح خضير الجبوري فحوصات مادن، وهذه التقارير مال زوجة. هاي التقارير مالو، هاي اشنو؟ هاي مال استشارية مستشفى؟ ما اعرف ايوه مال هاي عند التقرير، ودي تجيب التقرير وبشنطة الخضراء. هاي بطاقة مراجعة ايضا الدكتورة إلهام، يعني عندها أوراق. ما اعرف انا 5 6 دكاترة، حتى على دكتور عالي ما خلى دكاترة وما قالوا هذا علاج وما اعرف ايش بينه. ما صرع يعني؟ عنده صرع وعنده حالة نفسية، يقعد بالبيت يبلع لك حباية يظل اسبوع مسطول بالحباية. لا حول ولا قوة، يظل مسطول بيها اسبوع كامل، بس حش انتو زي اخوته يقضي حاجته ويرجع ينام. صدفات نوبات يقوم على حيل ويكيف، حط ايدي دقله وقال صوره ايدي دقله، يقول الحمد لله اليوم الله حياني. الحمد لله والشكر. الحمد لله الحمد لله. والله الفلمهم متعافي، يقول الحمد لله اليوم انت متعافي وقمت على حيلك. الحمد لله، الله يحفظكم. الله يعافيك، الله ينور دربكم. حقيقة ايضا هي مناشدة أخرى ثانية وثالثة. أسألهم باسم الإنسانية باسم هذا الشهر الكريم إنه يساعدون بيت عائلة يحيى وأبو يحيى، أتقول وضعيته تقارير زوجة كلش مريض، وهي والله بيدها عاد تشتغل، قبل شوي فتنا عليها بيدها يعني عفوية جد بدون موعد عاد تشتغل بيدها، قبل شوية تمنتو قال حجي طيب خلي درق هذول الموجودين خلف الله عليهم، هم خطي دعق منه عملوه منه زي خلونه قال ما نقدر، هم مع النص يعني على الربع كن عافونه. وسع الشباب يصوروها. اذا احبتي المشاهدين من باب البيض ومن بيت ام يحيى انني حلقتنا لهذا اليوم برنامج المدينه القديمه
صيام مقبول، وإلى اللقاء.